أصيبت الفنانة اللبنانية لوجين عضاضة بفيروس كورونا، وتم احتجازها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وذلك بعد عودتها من بريطانيا. وقالت عضاضة في تصريحات صحفية أنها وصلت إلى لبنان من بريطانيا وعليها أعراض فيروس كورونا، ليتم فحصها والتأكد من الأمر. وتساءل اللبنانيون عن كيفية خروج لوجين عضاضة من مطارات بريطانيا ودخولها لبنان دون اكتشاف إصابتها. ولوجين عضاضة تعد من الشخصيات المعروفة والشهيرة، بجانب كونها مقدمة برامج وعارضة أزياء سابقة. تزوجت في عام 2012 من الملياردير السعودي الراحل وليد الجفالي في حفل زفاف أسطوري، وهي حاليا أرملة الملياردير الشهير. وإليكم مفاجآت عنها وعن زوجها وزوجته السابقة، حيث لقي الملياردير السعودي وليد الجفالي ربه عن عمر الناهز 61 سنة إثر تعرضه لجلطة دماغية حادة خلال وجوده داخل أحد مستشفيات سويسرا. ورغم تدخل العديد من الأطباء الغربيين المحترفين لمحاولة إنقاذ حياة الجفالي، غير أنه لفظ أنفاسه مساء الخميس 21 يوليو 2016. ده الجفالي كان متجوز لوجين عضاضة، وهنشوف مفاجآت عنه وعن لوجين دلوقتي. وكانت قد تحدثت صحف محلية عن نزاع عائلة الجفالي على ثروته، وتحديدا طليقته عارضة الأزياء الشهيرة كريستينا استرادا، حيث طالبت عارضة الأزياء الأمريكية كريستينا استرادا طليقها رجل الأعمال السعودي وليد الجفالي بمبلغ يناهز $0.35 مليار كتعويض، بعد أن رفضت في وقت سابق $45 مليون. دي زوجته السابقة عارضة الأزياء الأمريكية كريستينا استرادا، دي كانت قبل عارضة الأزياء اللبنانية لوجين عضاضة، وهنا دي الزوجة السابقة ولوجين اللي هي على اليمين اللي هي كانت معاه قبل وفاته. وتستعد استرادا لتقديم قائمة بمطالبها المادية النهائية من طليقها لإحدى المحاكم في لندن في 24 يونيو لتغطية نفقاتها التي تتضمن $91 مليون لشراء منزل في لندن كما ذكر ساعة التقاضي، و$6 ملايين لشراء منزل أمام نهر التايمز والكثير غيرها. وكشفت ساعتها صحيفة الديلي ميل البريطانية عن صدمة الجميع ساعتها وإنهاشاتهم من استرادا لدى اكتشافهم المبلغ الذي تنوي أن تحصل عليه كتعويض، وهو $350 مليون. وكان الجفالي قد عرض على استرادا مبلغ $45 مليون كتعويض، وهو المبلغ نفسه الذي قدمه لزوجته الأولى بسمة بعد طلاقه منها في عام 2000. يذكر أن الجفالي تزوج في عام 2012 من عارضة الأزياء اللبنانية لوجين عضاضة، الأمر الذي أدى إلى طلب استرادا الطلاق منه. دي زوجته الثانية اللي طلبت الطلاق كريستينا استرادا. مش عاجبها $45 مليون. ويبدو أن ارتباط اسم الجفالي العائلة السعودية الراقية والثرية بالزواج والاقتران من نساء شهيرات عربيا وعالميا لن يتوقف. فبعد أن ارتبط اسم رجل الأعمال الراحل طارق الجفالي بالنجمة هيفاء وهبي من خلال خطوبة تمت منذ سنوات ولم تدم طويلا وكلفته ملايين الدولارات كما أشيع وقتها، ليترك هيفاء ويتزوج بعدها ويموت أيضا إثر نوبة قلبية في 2008. فقد تم مؤخرا زفاف شقيق رجل الأعمال وليد الجفالي من العارضة والمذيعة في قناة MTV اللبنانية لوجين عضاضة في حفل تردد أنه تكلف ملايين الدولارات. ده رجل الأعمال السعودي طارق الجفالي خطب هيفاء وهبي ولكن لم يتم الزواج، وده أخوه وليد الجفالي اللي اتجوز لوجين عضاضة.
فقد أشارت ساعتها العديد من وسائل الإعلام العربية ومواقع الإنترنت أن زفاف وليد الجفالي على لوجين عضادة كان أسطوريا، وصلت تكلفته إلى 10 ملايين دولار أمريكي، وقد أقيم في أحد قاعات قصر قديم في مدينة فينيسيا الإيطالية، حيث نقلت طائرتين خاصتين بتكلفة 160 ألف دولار، 350 مدعوا من لبنان إلى إيطاليا ومن إيطاليا إلى لبنان، وقام المدعوون في فندقين بتكلفة 600 ألف دولار، وانتقلوا إلى الحفل الذي أقيم في اليوم الأول بتاكسي بحري بتكلفة 100 ألف دولار. وكان الحفل الأول عبارة عن حفلة تنكرية، حيث ارتدى الجميع الألبسة التنكرية مع الأقنعة، وقد استأجر العريس الملابس للجميع، وبلغت كلفة الزي الواحد 1000 يورو و1000 دولار. دي صور من الحفل الأسطوري اللي الكل اتحدث عنه، اتجوزها في 2012 الله يرحمه. وفي اليوم الثاني أقيم حفل الزفاف في قاعة فخمة كلفت 400 ألف دولار، وأحيا الحفل المطرب العالمي إيكون الذي تقاضى 100 ألف دولار، ومن ثم عاد الجميع إلى بيروت. أما فستان العروس الأبيض فهو من تصميم شانيل، وقدرت قيمته ب300 ألف دولار، بخلاف فستان التنكر باللون الزهري. وقد تزينت لوجين بعقد وتاج وخام من الألماس الصافي، وتراوحت تكلفتها بين 3 و5 مليون دولار. حفل ولا ألف ليلة وليلة، ده العقد الألماس. من ناحية أخرى، عملت اللبنانية لوجين عضاضة الشابة التي لا تزال في بداية العشرينات من عمرها في بدايتها كعارضة أزياء في إحدى وكالات الأزياء الشهيرة. دي صور ليها، هي جميلة طبعا، في بيروت. ثم عملت في تقديم البرامج على محطة الام تي في اللبنانية، ويتردد أنها كانت مخطوبة منذ سنوات لكنها فسخت الخطوبة. وينتمي وليد الجفالي إلى أسرة آل جفالي المرموقة والمعروفة في السعودية. والده رجل الأعمال الراحل الشيخ أحمد الجفالي، وهو الأب والمؤسس لما يسمى إمبراطورية الجفالي، والتي تحولت بعد رحيله إلى شركة الجفالي وإخوانه. ووالدته الدكتورة سعاد الجفالي صاحبة المركز الاجتماعي الخدمي لرعاية المعاقين مركز العون بجدة. ولديه شقيقان هما الراحل طارق وخالد، وشقيقة واحدة، ولديه ابن وحيد فقده مؤخرا محمد، وأيضا ابنته دينا، وهو رجل أعمال شهير يملك مجموعة من الشركات الضخمة، ووكيل حصري لشركات عالمية في السعودية مثل سيارات البورش والمرسيدس، بجانب شغله لعدد من المناصب التنفيذية والشرفية في المملكة. كما أنه معروف بكرمه وميله للأعمال الإنسانية، حيث دائما ما يتبرع لعدد من الجمعيات الخيرية والاجتماعية في المملكة وخارجها مثل الصليب الأحمر الدولي. عاش وليد الجفالي حالة نفسية سيئة بعد أن فقد ابنه الوحيد الشاب محمد وليد الجفالي، الذي توفي عن عمر بلغ 24 سنة، وهو الذي ارتبط قبل وفاته بأشهر قليلة بالداعية عمرو خالد، ورافقه في القاهرة في أيامه الأخيرة، وشارك في ترجمة بعض حلقات الداعية بسمة أمل إلى الإنجليزية، كما شارك في إعداد برنامج الداعية عن عمرو بن الخطاب قبل أن يلاقي ربه ويصلى عليه في الحرم المكي ويدفن في المملكة، حيث شارك في دفنه الداعية عمرو خالد. ده الداعية المعروف عمرو خالد. يذكر أن أبا وليد الجفالي ليس لديه أولاد ذكور غير المغفور له محمد، فيما لديه من زوجته الأولى بسمة سليمان ابنته دينا، التي تزوجت مؤخرا من شاب سعودي. وأحيت حفل زفافها في قصر العائلة بجدة الفنانة ديانا حداد،
وهي المعروف عنها اهتمامها بعالم الموضة، فقد كانت وراء فكرة مشروع شراكة بين والدها وبين مصممة الأزياء البريطانية أماندا وايكلي. كان الراحل طارق الجفالي رجل الأعمال السعودي وشقيق وليد الجفالي، قد خطب الفنانة هيفاء وهبي منذ سنوات قبل رحيله في حفل تم في يوليو عام 2005 بمنزل هيفاء وهبي ووسط عائلتها وأصدقائها فقط، وسط غياب جميع أفراد أسرة آل جفالي، ثم انفصل عنها فلم تدم الخطبة سوى عدة أشهر فقط، حيث ترددت الكثير من الشائعات حول ضغوط الأسرة عليه لفسخ الخطبة وقيام عائلته بالحجر على أمواله وتهديده بالحرمان من الميراث بعد مرض والدته إثر هذا الارتباط، وهو ما نفاه الراحل طارق الجفالي وقتها في تصريح خاص مؤكدا على قوة ومتانة علاقته بأمه وإخوته. وقد تردد وقتها أن طارق أهدى لخطيبته وقتها الفنانة هيفاء وهبي طقم مجوهرات قدرت قيمته بملايين الدولارات وشقة فخمة في منطقة السوليدير في قلب العاصمة بيروت، قيل أن قيمتها 3 ملايين دولار مع 6 ملايين دولار لتجهيز الشقة. يذكر بأن طارق الجفالي قد توفي يوم الجمعة 30 مايو عام 2008 في منزله بالعاصمة الإنجليزية لندن إثر تناول جرعة زائدة من الأدوية، وذلك بعد 2 ونصف على انفصاله من هيفاء وهبي وزواجه واستقراره في لندن. ودي صور متفرقة لوليد الجفالي مع لوجين، وصور من حفل الزفاف الأسطوري. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.